الله اصبر عليهم شيء بيتكلمون. طبعا الشخص الثالث هو الاستاذ عصام، الاستاذ عصام الرجل الجميل صاحب القلبز الاصفر هذا، يملك قلب ابيض يملأنا كلنا. الله، الرجل هذا بلسم، الرجل هذا يا اخي نسمه هواء طلق. يا حبيبي الله، هذا مسؤول يلا بشاعر السوشيال ميديا، والله صادق مسؤول السوشيال ميديا في براذر هود. البراذر هود كلهم انا اعدهم صحيح مالي اخوان، بس هذولا ذولا وذولا اخواني. الله، فودي ان ابو ضيف تقدم خطوه ويعطينا نبذه. لا انتم جميع، السلام عليكم. يا مرحبا، السلام. مشكور على المقدمة، الله يعطيك العافية. ما عندنا اللي عندك ما شاء الله، الله أعطاك من الحكمة والكلمة الكثير. الله يخليك. طبعا الرجال هذا عزيز علينا وغالي، ويمكن تشوفون عنده بعض الشعارات البسيطة ولكنه يحمل فيها كثير. الرجال هذا سفير للبرادرهود، يشارك في قطر، يشارك في الإمارات، يروح لمدن ثانية يمثلنا كفريق، فالله يعطيه العافية لا قبل ولا بعد. طبعا الحمد لله الفريق يعني احنا نهتم بالرحلات الداخلية، منها أبها والنماص والعلا الحمد لله مؤخرا في التأسيس. اي والله، فكل رحلة الحمد لله نروح لها نحط لها باج لنا خاص بالمملكة. فيمكن الحبيب عنده ثنتين لأنه سفير، الله يعطيه العافية، مهتم بالدول الخليج أكثر، ولكن الشباب عندهم باجات المناطق اللي راحوا لها لغرض المتعة والخروج من الرياض وتمثيل البلد بأجمل شيء نقدر عليه. فالحمد لله فريقنا يا جماعة الخير من الأهداف اللي بدينا فيها أنه يمثل الدراجات النارية بشكل أرتب ونظيف، مو هو بالشيء اللي نعرفه الهمجية ولا نعم. اي نعم، فالحمد لله احنا ماشيين في الشيء هذا والحمد لله، فما عندنا أي حساسية في الفريق، الشباب كلهم ونعم ولا هنتم وجينا يا حبيبي. لا هنتم، لا هنتم. طيب عن خلهم يسألون، إذا سألوا بجاوبهم. اللي عنده سؤال بخصوص الجروب او السوشيال ميديا اعتقد انا الفريق تاسس في 2017 الحمد لله. هل تروحون اوروبا مخيمات ولا ما قد جربتوها؟ برا ولا داخل؟ لا اوروبا، اوروبا يروحون على واحد اثنين صراحه، لان احنا مهتمين في الداخل اكثر. قطر رحنا، الامارات، الكويت، الاردن، هذه تهمنا اكثر. الشرق الاوسط ما ياتون عمان. كيف؟ ما ياتون عمان. عمان الربع الخالي، الربع الخالي، ولكن ان شاء الله لازم ان شاء الله لها خطه، ان شاء الله لها خطه. هذا الفريق معكم؟ لا دقيقه يا خالد، ما ردنا الا الربع الخالي لان ما في محطات، والله الدبابات لازم كل 200 كيلو نوقف، فالطريق من هنا لك ان شاء الله تسهل. مرحبا. ان شاء الله تسهل. سؤال لو سمحت. اسال يا حبيبي. انا سؤالين من شقين. ليه ما نشوف راعي الدباب دايم وحده، دايم مع جماعه؟ هذا السؤال الاول. وهذه فكره يعني مشغله بالي، كل ما اشوف جروب اشوف، ما قد شفت واحد بالحاله الا مره مرتين بس، اكثر الوقت كلكم سوا، ايش السالفه؟ النقطه الثانيه عشان تسترسل. ايه تفضل. ابو حمود يقول لي انا اذا ركبت الدباب انطل همومي، وش السالفه؟ صحيح. ليه؟ وش السر؟ الدباب باختصار هو يعطيك جرعة مركزة من الأدرينالين اللي هي هرمون السعادة. نعم. خلاص، غير كذا بالنسبة لي أنا أعتبره، ما أدري عن البقية، ولكن أعتبر أن الدباب سيت واحد يشيل شخص واحد، فتخف عليك الوقفات، الاستراحات، الطلبات، فتكون لحالك، هذا الأغلب. أما المجموعة فهذه عشان فيها مهارة ثانية. وشي المهارة؟ أول شيء إن كيف نوصل بوقت واحد وفي مكان واحد. عندنا طبعا في إشارات نستخدمها، يمكن تشوفون الإشارة هذه، هذه يعني نمشي اثنين نضغط الفريق، إذا مشينا عشرة نضغط نصير كأننا خمسة بويكات لأننا جنب بعض. فعندنا إشارات نستخدمها في الفريق فتزيد المتعة متعة، وخصوصا مع الرود كابتن العجيب. وضحت طبعا زي ما انتم شايفين ترون رود كابتن يعني معطينا التشيف اللي ياخذ الجماعات مدروسه يعني، مو بعشوائي المشي. لا 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 لا، في لها تدريب وقبول واشارات، وحتى في كل رايد تعطي الاشارات، التنبيه، التحذير، السلامه، في كل رايد، في كل طلعه، ان كان في الرياض وان كان خارج. ما شاء الله. تفضل. في سؤال، هذا طالع في ستاتكم كلها مكتوب عليها الاسم وجنبه او بلس، واحد مكتوب عليه بي بلس، فصيله الدم. سبحان الله، يجيك شيء من امور الدنيا. يا سلام. سيف، بيض الله وجهك يا ابو ضيف، وجم الله حالك على كل حال. خير من يعرف ويجاوب اسئله عننا. طبعا في حاجه ثانيه يا شباب، حمانا اثنين، انت تقدر تسلم من غير ورقه، تراك طليق اللسان. لا هذه قرارات لهم هم، اللي خصنا احنا. اوه بحزينه. اي قرارات هي تخصنا. عطنا بما يخص الاثنين هذولا،
حنا حملناهم مسؤوليه لبسناهم الفست. الفست هذا يا شباب في جروب براذر هود ما هو